هذا زيت اللوز. شحال درتي دابا تاع اللوز؟ انا باقي كيبان مشى عن خويا انا نعشقو مباشرة. هو كيتقطر طبيعي هذا اللي كيخرج كديرو بيه؟ اه نعم؟ دافي يلا خرج. شحال قلتي هادي؟ 40 درهم وهادي 80 درهم. اش كيبان معاكم؟ طبيعي عرقان. لا في كما خضر زعما حيت كاين عرقان. هادو انواع الصابون ديال التجميل. واش عمركم عارفين ولا لا؟ اول مره كنشوف صابون ديال الحليب ديال الحمير. حشاكم اعزكم الله. انا اول مره كنشوفها. عارفه الحليب ديالو كيتباع ولكن ما عارفاش الصابون ديالو. شحال قلتي؟ 30 درهم. 20 درهم. 20 درهم. هادي ديال العطر الفاسي. هادي ديال الصابون طبيعي بالبابونش. هادي صابون طبيعي بالطين الاحمر البشرة الحساسة. هادي ما مكتوبش فيها. الكبريت قال لي ديال الكبريت. ايوا قل ربي زدني علما. شحال هادشي عمري ما شفتو. بعدا ديال الحمار حشاكم. هذه ارتيزان. هذا القهوة ديال القهوة. اللوينات بعدا كل وحدة وثمنها. كاين الكوفيا هذه ولكن ماشي بدون غلوتين كنظن فيها بيو او اعشاب اضرار ولكن ما فيهاش العلامه. هذه ما فيهاش العلامه بدون غلوتين. ها هو اركان. والله اول مره كنشوفو هكا شي فاهم في الغلاف ديالو. اما هكا عمري ما شفتو. عطي سخون باقي سخون. هو باقي فيه الزيت. هذا راه خاص مازال يخرج منه الزيت. هذا مازال داكشي اش كيديو يديرو ماسك مع والله الا وسمعت انا شي ناس قال لك كيديرو في يديرو مع الحابق. قال لك مزيان. قال لك طبيعي. دابا دابا مالح ما والو طبيعي. شحال كيدير؟ هذا 50 درهم. القريعه هادي لا حطها صغيره. هادي 50 درهم. شحال فيها من مليليتر؟ 60. ودابا السمسم الجلجلان. نشوف الجلجلان تاهو كيفاش غيخرج. ها هو دابا باقي سخون. هذا الجلجلان. هو الجوجوبا انا كنشيو بالثمن ما هما هذا وياه. هذا الجوجوبا هذا.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير على خير. انا الان كنتواجد في المحمديه عند المحل تيفان، هو واضح معكم رقم الهاتف كل شيء غنخليه لكم ان شاء الله في الاخير، وهو كتشوفوا فيه محل في المحمديه الجوطيه. غنعطيكم من بعد النات، كيبيع المواد بدون غلوتين. هانتوما كما كتشوفوا المكرونيه غندخلوا، وكاين حتى الزيوت راه صورت معكم، غادي تشوفوا الزيوت الطبيعيه ديال جميع الحبوب، ديال السمسم، ديال اللوز، ديال الارغان، هاد مشات لي ديال الجوجوبا، ديال الخردل، هاي الجوجوبا يويوبا كنقولوا ليها. املو حتى هو كيطحن طبيعي، دابا للاسف ما خداماش ولكن راه كيخدم. ها هو املو ديالهم علي العلامة بدون غلوتين كما كتشوفوا. ها هو اللوز، زيت أركان، العسل، عسل ليمون، هالعلامة واضحة. حبوب اللقاح، بزاف المواد هنا بدون غلوتين أو 99% ما عدا الكوفية هي اللي ما عليهاش العلامة بدون غلوتين. غندير معكم دويرة المصاصة، ها الشوكولات، القهوة، هادي ديال السفة. أنا في أوروبا ومازال باقا ما تلقيتش بها، إذا غادي نشريها إن شاء الله من هنايا. دقيق الأرز الطبيعي، الشركة كيكون هو هذا الاسم. وغادي نذكر لكم ان شاء الله انهم الحبوب كيجيبوهم كيطحنوهم على يدهم وواقفين عليهم. هالمنتوجات الاثمنه، نتوما الناس اللي قراب هنا يجيو يديروا دويره وغادي يشوفوا، غادي يعرفوا الاثمنه. انا ما نقدرش نسول على كل حاجه بوحدها. هادو قشور البسيليوم، او ما راهم الفوائد ديالهم، راني ذكراهم وكنستعملوهم، راهم زوينين صحيين. دقيق جوز الهند، بزاف البنات متتبعات كانوا يسولوني قلت ما كنلقاوش الدقيق ديال جوز الهند، دقيق ديال الكوك ها هو موجود. حتى انا كنقول لكم راه غادي يكون ولا طحنوه، ولكن هنايا ها هو موجود، ماشي الكوك. المهم الكوك حبوب، ولكن هذا دقيق تحميرة، هاد ديال اسبانيا ديال ميركادونا كما كتشوف تعرفوا، كاينين حتى في كارفور وهذا. المهم ديال اسبانيا هاد المنتوج، هادو حتى هما ديال كورن فليكس، حلوة ديال الشعر، هاد باوسا، دقيق الأرز. نشوف كسكس الأرز الكامل، هذا ديال الحكمة، ديال الحكمة. كاينين جوج أنواع، الأرز الأبيض والأرز شار. شار قالت لي 55 درهم، ياك أختي 55 درهم شار؟ 55 درهم. الحنطة السوداء، الحانوت واخا صغير تبارك الله ولكن منظم وزوين، هذا 50 درهم. بريبارادو بانفيكابل، دقيق الأرز، دقيق الأرز الكامل، درا، دقيق العدس تبارك الله حتى هو موجود، ها هو العدس الأحمر. الحنطة السوداء، اللان تبارك الله كل شيء موجود، سميدة، كاشير، وخا انا راه ما انا ضد كاشير، كاشير ديروه من راسكم ما عدا الوليدات وهذا كيتشهى وكيبقى ماشي صحي. العسل، العسل ديال الزعتر، ايكاليبتس، الخروب، السدر، الدغموس 80 درهم كنظن. ها هما الاثمنه،
عسل خروب، عسل الليمون، الخل، خل ديال الهندية، الرومان، التفاح. الذرة، دقيق الذرة، الخرقوم، البلدي، هانتوما، وهنايا هادوك اللي كيديروا الزريعة، المهم الزريعة كتباع هكا كنظن، أو كيديروا الزيوت. السيدة دابا خدامة، مبغيتش نبرزطها. صافي الناس على المحمديه او حصلوا هنا في المحمديه وما عندهمش المنتوجات، ها هما موجودين كما قلت لكم. هذا كاتشب بالطبقه تكون فيه العلامه كنظن، مايونيز. هنايا هاد الانواع ديال المكرونيه، هذا الخرطال. لا هذه مصايبه، هذيك بوحدها، هذيك مشاركتها معكم مؤخرا، درتها صفه وخليتها ها سباكيتي. هذه الجوبه